هو متوقع أن تكون موازنة كبيرة، وقد تكون أكبر موازنة في تاريخ العراق، لكن يعني أكو إشكاليات في بعض الأرقام. يعني على سبيل المثال إحنا موازنتنا التشغيلية في سنة 2021 90 تريليون، مو كلها تتنفذ، لكن 90 تريليون الرواتب، تعينا ونص مليون، نص مليون إذا نيجي نحسب كلفهم، حتى إذا كل واحد استلم مليون بالشهر من عندهم، يعني ما يقارب نص مليون في مليون دينار في 12 شهر ما يطلع 6 تريليون، مع تكاليف إدارية 10 تريليون. يعني جانب تشغيلي ما يزيد عن 110 تريليون في أسوأ الظروف، لكن انه يكون 136 تريليون هذا مبلغ ضخم جدا. اذا راح يكون الزياده ليس بالرواتب، راح يكون بالانفاق، انفاق على يعني المكاتب اللي خلينا نقول على سبيل المثال الضيافات وغيره، وهذا النوع حقيقه العراق غادره منذ زمان، يعني كانت موجه كبير من اوجه الفساد. فحقيقه هذا الرقم باشكاليه عندنا من تضمين التفاصيل حتى ندقق حتى مع اقرار سلم الرواتب الجديد سيد مصطفى. لا، سلم الرواتب خلينا نفصل الحاله. سلم الرواتب هو قرار يتخذه مجلس الوزراء حسب السقف، وبعد ما يتخذ مجلس الوزراء يرسل البرلمان يجب المصادقه على هذا القرار، او ما يصادق عليه البرلمان، مجلس الوزراء يتخذه. الان الموازنه حاليا ما بيها سلم رواتب، هذا موضوع منفصل، مشكل لجنة برئاسة رئيس اللجنة المالية لدراسة الموضوع وثم المناقشة مع مجلس الوزراء، هذا موضوع منفصل. لكن تقصد حضرتك هم حاطين سقف عالي حتى بعدين يسوون تعديل في سلم الرواتب؟ يعني اوكي خلي يكون جيد، لكن احنا استاذ عادل خلي يكون واضح للمواطن الكريم، احنا المقصود بتعديل سلم الرواتب اكو وزارات تاخذ رواتب كلش عالية، واكو وزارات تاخذ او دوائر تاخذ رواتب منخفضة. المقصود اللي داعي بيصالنا سنين ناخذ من هؤلاء نسب من المخصصات ونعطيها لهذولي، ليس المطلوب ان انا اجي اسوي يعني مبالغ اضافية وكبيرة. يعني 136 تريليون يعني 105 مليار دولار فقط رواتب، انا لا تشغيلي لا اي شيء، لا استثماري لا دافع ديون، هذا مبلغ ضخم جدا. زين ناتي على الجانب الاخر الاستثماري 70 تريليون، هذا هم من تضمين التفاصيل الدقيقه، اذا كان جزء من عنده يروح صندوق التنميه، نعم يعني 25 تريليون 20 تريليون صندوق التنميه و40 45 المشاريع المستمره، نعم هذا موضوع مقبول به. اما 70 تريليون تنزل على الارض هذا خطر، يعني احنا سنة لخمينا 200 تريليون، احنا ارادنا متذبذب. نعم. فهذه الموازنة هي سوبر انفجارية وليس انفجارية، ارقامها تحتاج الى تدقيق، نعم تحتاج الى تدقيق، بس انا خل اقول فت فقرة مهمة. يعني حتى الله سبحانه وتعالى لما وعد نبي الله يوسف بسبع سنوات هي اضافية فيها وفرة دخل السبع سنوات العجاف. فبالنتيجة احنا مو كل الفلس اجانا لازم نصرفها.